يا سيد يا يا ولد يا موت اش تعمل اخويا؟ نقبل لي عجل بسكليت، تهزني السكليس انت ولا بسكليتك الزوج؟ لا يا ولدي ممنوع لي، هاك تشوف ما عنديش بارت باجاج. نون عليكم مرمي في الشارع. وانا نون عليكم باسي في جرة سيادتك. اش كان علي؟ كان اقعد بجنبك وشد البسكليت من الشباك. يا ولدي ممنوع علي، ما تفهمش بالعربي ممنوع. شنو ممنوع نشدها من الشباك؟ اي ممنوع. برحمة الشاي. اما شاي. شاي بو. دي بابا مازال حي انا. باه. برحمة بابا انا. بوك انت متوفي؟ اي. الله يرحمه. توصلني؟ لا عاد النهار المبروك ما قلت لك لا عاد نسيتني. هات ونعطيك 2000. 2000؟ ايه. 2000. لا 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 ممنوع عليا ممنوع. ها؟ ممنوع بالله. لا يا عايش تيم باسي. يا عم الراجل. لا يا ولد. يخليك. يا عم وسسمك. لا لا وسسمك. ربي فضلك. برا يا ولد. يا عايش. يا عم الراجل. يخليك. يا عم الراجل. يخليك. ملبوتو يا سيدي ملبوتو. نعم تسا قل لي انت مع شكون؟ قل لي عايش ولدي انت وين ماشي؟ ما تحبش تجاوبني على خاطركم خاسرين. تي نحن لعبنا خير منكم وما بيناتنا ربحناكم مش مزيه والحق يقال. قل لي عايش ولدي وين قصد باب ربي؟ يهزني وسط البلاد ويطرق الجو ودبك هبطني انا اخوك اليوم باش نتفتق. ما شفتش مريولك؟ مريول يشبيه مريول مفتق. والله مفتق يا سيدي. خويا العزيز فيس فيس هزي لقب صيدليه. هيا لاباس معهم. هم قالوا القبره باش تعمل استدام مع الشمس. وين؟ في السماء. شنو فين؟ لا قلت لك انت وين ماشي؟ هزني لقب صيدليه محلوله باش نشري مرايات بتاع الكسوف. كسوف؟ ما ربي ينور السبيل. ها عندك مرايات انت الواه؟ قل لي قش عمرك بالله؟ علاش؟ على خاطر عجبتني راجل تحفون متربي برشا وما عندكش دوه. خمسمية وعشرين. نعم 520 مليم. شبك وقفت؟ قلت لك هزني لأقرب صيدلية. هايك قدامك. وصلنا. زعما نخلط على مرايات زعما. كان تخلط تخلط كما تخلطش ما تخلطش. تفضل. عندك صرف معه؟ تفضل عندي. تفضل. هلا كورسة 520. وانتي اش بيك ما تشريش مرايات تاع الكسوفه؟ لا انا ننظر لبعيد. هيا خويا العزيز وين على خير؟ ها؟ لاباس؟ قلت لك وين قصد باب ربي؟ وانتي؟ بلا هيك؟ يا اخي يعيشك انت فين تحب وانت تحب انت امشي وين تحب. اخي على كيفي انا على كيف الحريف عاد مش على كيفي انا. نحب افكر ونترجاك يعيشك خلي لي الخيط متاع افكاري ما تقصهوليش يعيشك وامشي ما يهمكش امشي يعيشك هكا ظهر لك. شوف يا اخي نعم
أنا قاعد نخم على نهاية متاع موضوع مسرحي. النهاية هذية اللوش فيها، قل لي تعرف موضوع عنتر وعبلة؟ اي نعرف، شكون ما يعرفش الموضوع هذا تعرف؟ اي وموضوع قيس وليلى نسمع به، وروميو وجولييت ذيك في بالي به، والتيتانيك القصة الحقيقية نعرف الحقيقية والمكي وزكية بتاع الأمين الهندي الهندي المهدي. شوف المواضيع هذوما كل انا نحب نهاية موضوعي المسرحي تكون اقوى من نهاية المواضيع هذوما كلهم، فهمتني؟ باهي حاضر باهي نمشيو. عنده يا سيدي. حاضر. ها باش ننده كي تلقى الخاتمة. قول لي ناقف. باه يعطيك الصحة. جالي يرحم والديك. اي مسارني مسارني باش تقطع بالجايه. لاباس ماهو؟ قال لي با عنده شي فريجيدير. فريجيدير؟ يعجبكش؟ ملياش ربع ساعة من كليته. شكون؟ صحن كفتاجي. اي مسارني مسارني باش تقطع بالجايه. لا حول ولا قوة الا بالله. قتلوا راني قتلوا يا عمي، رانا ماناش عايشين وحدنا في البلاد. كيفاش؟ السيد ما في بالوش اللي ثم جراثيم في الهواء. جراثيم؟ اما هما الجراثيم اللي تحكي عليهم؟ تعرفش قال لي؟ قال لي انا نقص نذر ما شفتهمش. ولا راني قلت لك ثم جراثيم ولا ما ثماش؟ اي مصاري. هاي حسن العاقبة إن شاء الله. لاباس يا ودي. هاي يا ودي حضر 910. امشي طول ما تدورش. حاضر خويا. وي اي لا 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 ما تخافش. شكون يخاف؟ اي فاش خام خاف؟ شوف عجبك قاعد نعس عليه ما عنده فين يهرب. شكون تهز؟ علاش عملت تعس عليه؟ ما عنده فين يوصل. شكون اللي نوصل وما نوصلش؟ منين يعرفكم؟ شكون اللي يعرفني؟ ايوه هكا جي من تالي وعيت يا مالي. شكون انا؟ انا نحبك نموت عليك نهبل عليك. يا بعد انت السبيطار خويا؟ نعم السبيطار. ما قلتليش وين هابط؟ امشي شويه قدام. وي اهلا سامي. تي الاخرى الاخرى معاه في التليفون كنت. صارت يتكلم في البورتابل. علاش ما عنديش حق؟ لا لا يا خويا عندك الف حق. وي شو؟ لا 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 انا من الاول صغير نتكلم معايا نهار وهذاك علاش نحكي معاك. اما توكي طلعت عندك بورتابل صح عليك تكلم. باه 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 تنطر عليك. هايل البورتابل والله فكره هايله. واحد يولي يتكلم وحده هكا. انا صغير ماشي لك المستشفى نتاع
السيد هذاك اللي لابس ماريو الاصفر هرب لي بالسوارد. هاك هذاك اللي يجي. انا اطلع للتاكسي. يا انا اقول لك السيد هرب لي بالسوارد وانت تقول لي اطلع للتاكسي. مانيش ليبر اخويا. يا ولدي ما تخافش، فلوسك تلقاها ما عندي انا. انا نعرف نجيبه حي ولا ميت. انت تنجم تشدوا السيد هذاك؟ برا اطلع للتاكسي. يا كل لابسه بالاصفر. تفضل. يازي يا خويا سمعت فيه البركة استنيت يازي ضيعت نهار كامل واقف مستنى أنا حكاية فارغة ذي برا خويا السماح منه ربي السماح في الأربع سورتي استنى شوي استنى شوي السوف يتباع برزانة تو يجيو يعطيك فليساتك يا خويا استنيت ياسر عاد شنعمل زيد استنى بارك الله فيك يا عيش خويا يعيشك يا بشروس يعيشك يا بشروس شوكي نتاعك بابا بابا كاينو من شدد لي مطرقه وزنزير وطاف طاف 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 بابا 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 انزل شوي انزل بسم الله زيد انزل شوي طانا سي منور هاني قاعده كي ننزل تو ذاك تسميه نزلان انزل بالقداب بيديك الفرين انزل ما تخافش سي منور هذاك حد جهدي زيد زيد هكاك زيد بابا 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 اش قولك سي منور لو كان نطلع فوق ظهرك وردتك بسقايا تردسني صوف تردس فيا انزل انزل بك شوي بابا بابا سي منور اش قولك لو كان تمشي للطبيب مش خيره ما عادش تجبد على حكايه الطبيب انزل شوي زيد انزل انا خير ولا توقف هكا تتوجع يلزمني نرجع للرياضة عندي برشا ما عملتش الرياضة بدني عكش اي بالحق باهية هي الرياضة وتزيد تنحي لك هاك الكرش كرش وانا عندي كرش وين ترى فيها وهذه كرش قدام الكروش اللي داسة هكاك كتافي 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 انزل على الكتاف انزل على الكتاف وتفكرني هسي بنور نجم نحكي معك شوية تعرف راهي الوجيعة تشدني من رقبتي من هنا
وتهبط مع سلسول ظهري توصل حتى لركيبي. سهل عليك. زيد 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 شويه، صب شويه جاز. سيبناوي. قلت لك النجم نحكي معك شويه. راهي تخرج الوجيعه من ركبتي تهبط حتى للكعبه وتعاود ترجع بشويه بشويه وتشد في مفاصلي ما عادش تفك. لطف عليك. سيد نور، نجم نحكي معاك في موضوع؟ نجم تطفيك الضوء. كيفاش سيد نور؟ انت في الضوء على مصروف الشهر؟ لا لا، اطفي ضوء البيت باش نرقد معاش نجم. مش في يا عيشك يرحم الشايب. بابا 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 ولدك ما حبش. اش بريحة البيت كلها جاز؟ لقينا بيرة متاع جاز يا عيش بنتي، ومش نبدأ نصدره. عايش بنتي ما تقول حد، لا يفيقوا بينا ونبصيو. ولدك ما حبش يكمل يحفظ المحفوظات. لازم خلينا نتفاهموا هكا، ما نرتاحش، حبش يحفظ وقت امتحانات هكا. على خطيبني هكا عليه وانا طيب زبد عليه شعملت لك. مسلاري اشبه ولدي ما حبش يحفظ المحفوظات. قال قلقت. قلق لا وقت والحق. باهي برا انت بحدا امك وانا تو نتفاهم معاه، هذا حديث متاع رجال. هاي عايش ولدي. بوس بوك. صحيت. اشبيه ولدي ما حبش يحفظ المحفوظات؟ على خاطر كشتري. هي كشتريك؟ هي كشتري. يعني هي تكشريك اتبطل انت ما تحفظش المحفوظات؟ وزاد قالت لي يستوكو. اه هي قالت لك يستوكو؟ يعني هي تقول لك يستوكو اتبطل انت ما تحفظش المحفوظات والمحفوظات اش مدخلها؟ وزاد قالت لي يا بيبي. ولدي بيب؟ هي قالت يا بيب؟ ما تاكل ايه؟ اه لا لا تغلط، لا ولدي مش بيب الحق. باهي وبرا راهي قالت يا بيب اتبطل انت ما تحفظش المحفوظات؟ لا ما يجيش عاد، لازم تقرا على روحك وتحفظ دروسك باش تكبر وتولي راجل قدام اندادك وتكون مستقبلك. هاو انا ابوك نخدم عليكم ونجري ونكلت وحارب روحي من برشا حاجات، علاش؟ باش انتوما ما تقعدوش محتاجين ناقصين. أنا يعيش ولدي وقت اللي كنت في سنك في عمرك كنت نقوم وحدي على الفجاري نمشي نقرا، حد ما يقيمني لا يما لا بي، وحدي نقوم طول للمدرسة. هل منو هل منو فز عايش ولادي فز ديقو باش تمشي للسكوله. ماما خليني رجلي ما نقراوش. كيف فز هاي يعطيك بظفره يا اخي كل يوم ما تقراوش؟ فز عايش ولادي نهار راح فز. اسمع يا وليدي، انا كيف كنت في سنك انت هالمحفوظات هذه اللي يحكيوا عليها نخزر لها مره واحده تدخل منا تخرج، تدخل لدماغي وما تخرجش. كنت نمشي للمكتب حافظها شربت ماء. انتباه اليوم درس المحفوظات. منور حافظ هاي تفضل. سقفوا سقفوا بيتي. ايوه ومن بعد سقفوا سقفوا بيتي. يا الراه طايح عليك ماكش حافظ انت شو هذا؟ اسمع يا وليدي، انا كي كنت في عمرك انت من المكتب للدار من الدار للمكتب، لا هكا لا هكا الهم لا لا. يقوم في الصباح ليكون صياح يقوم في الصباح استمر عليه خالد شد ايش عليه استمر عليه تابر طابت صابلوت هكا غلط الناس اليوم زعمك ها صابلوت. كنت من
المكتب طول الدار، لا شوارع لا هملة مع الزهر. كنت ركبت والله انتي هو الراجل. هاي عايش ودي هاي هاي نحطك في فرشك هاي هاي عاوني صح هاي دي عايش اكبر هاي اكبر قلت لك فرشك هاي صح هاي صح ما شوي عايش ودي ما تيح شاكك هاي قلت لك المرة شوي عايش ودي عاد هو هاي ما شوي أحسن هاي عايش بسم الله صح هاي صدقتك هيا تفلزل بروحك عاد كي عارفك وينه بدي هو في الجراج بداخل ديما محشي في الجراج صباح الخير منور صباح الخير سي عمر بالله شوف لي العجله 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 كانت تمشي عم فش وحدها استنى غادي بك استنى هاي وجهي عارفك استنى هاي طيب على النخر يا منور يا اخوي هاي الناس كلها طايبه خلي العجالي بربي شوف لي جاي من بعيد هكا نمشي بلاش عجله عجله يا منور عجله بلاش عجله راهو مشكله في التصليح اي نعم صلح صلح وراس شرط انت فيهم شد يا فتح صلح العجله انت عمك منور عجله عجله يا سيد يا سيد سمعني خويا مانيش ليه برا قول يا سي منور هاي 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 سي حمد هاي جا ثلاثة شهور كريا صباح الخير سي حمد لاباس وينك اللي بات نفركس فيك سي حمد قول لي اخي تسخامني ما عندي ما نعمل النهار وطوله وانا نفركس فيك من بلاصه لبلاصه اي صحيح والله شو تقول لك سي حمد لا تقول لي وانا نقول لك عندك كلام تاع ثلاثة شهور ماهمش خالصين يلزمك تخلص عندك الحق والله شو تقول لك شوف يا سي حمد هلا يمات نمر بظروف صعيبة يا سيد حتى انا عندي ظروف يا راه اي ظروف كنتي اصعب من ظروفي انا راه نعرف كل جمعه تقول لي الجمعه هذه كل جمعه تقول الجمعه هذه باهي ما نزيد اصبر عليا جمعه اخرى جمعه اخرى جمعه اخرى اسمع راه جمعه ما تخلينيش نمشي وجاي عليك لا 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 جمعه من زمان وسمعني من فوق جمعه من زمان كلمه رجال كلمه رجال ونسازك رجال ونساز هات سيجار سيجارو مش قلت لي معاش تكيف لا ما عادش نجري ما نتكيف كيف ما عندي انا تفضل حتى هو الكسيبه الاخراني تفضل تفضل ساعه كسب تفضل عندك قضيه عند سي عمر صباح الخير هذه قضيه خليها لك نسيب الكافور وخليك غدوه تعدي لي للرحبه للرحبه اي تحب نوصلك؟ توصلني انا نوصلك جمعة من زمان جمعة كاو جمعة من زمان بسلامة سي حمد اش عملت لي ماك العجلة؟ عجلة يا منور عجلة هاي هاني راك رقصت واحدة مثل البيت لو كان لك اخلص العجلة فيدك جمعة من زمان لا هاي مالا خلينا نمشي بعجلة عمرت شهوريك جمعة ذي؟ ما عمرت خير لا لعب الاوراق بربي توا جمع من زمان جمع من زمان جمع من زمان جمع من زمان يا رب عينك يا سامر يا سامر جيت القهوه نتاعك
هاك حوايجي. سامحني. سامحك. سامحني. ما تراش. سامحني. يا عاودي مين سامحني؟ كرمك يا من قدامك وعبد. قولي سامحني. زين سامحني. هاي برا الجبدة على روحك. سامحني نجم نسبق نتاعي. هز علي الهم نتاعك. سامحني خويا تنجم تخلصني نحط الكيسان يتكسروا. هاك حوايجي جمعة كاملة هذوما باش يتنظف. جمعة من زمان. جمعة من زمان. جمعة من زمان. خويا راك ليبر. يا بابا نهدر معاك. تفضل. راك ليبر. تفضل تفضل خويا عزيز. الله الله عليك. تفضل اطلع تفضل. ديالي الباجاج. عندك باجاج حاضر يا خويا عزيز. تفضل. تفضل هذوما تنجم تطلعهم بعداك ثاني. حاضر. راك نوصل. أرد بالك توصي فراجيل راه في السيارة. هيا تفضل خويا تفضل. واخا. مرحبا بيك. لا لا تنجم تحطهم بعداك الثاني هذوك. مرحبا بيك خويا العزيز. تفضل. يا ابن عمي اصبر انت راهب لا منعب البخشيش. خويا سامحني ما كنتش لاهي بيك مخي كان في الفطورات كرا وماء وضو وما تعرف ما وقتيش وين ماشي عاد. كيفاش بيك؟ يا اخي راك مجنون ولا؟ مجنون يا سير كيفاش تمشي لي باكاج ديالي يا سير؟ مش معقول مش معقول. سير يا بجاه ربي سامحني في الشيء اللي صار ومرحبا بك في تونس. خويا العزيز سامحني مرة أخرى. خويا العزيز بجاه ربي سامحني مرة أخرى. الله غالب ما تعرف الواحد يقوم على الصباح المشاكل لك الدماغ بتاعي. ومرحبا بك في تونس. سيادتك جزائري؟ لا لا تونسي. مرحبا بك. مالك تتكلم بالجزيري؟ يا راجل تونسي ونهضر بالجزيري؟ ها كنا خيوه نو؟ خيوه ربي يستر. مالا قول لي عندك مده في الغربه. سامحني ولد عمي من الصباح وانا غاطس في الفاتورات. يا روح روح. معليش ما كان والو الدرك السوسة. قل لي عاد راك متوحش ريحة البلاد ها؟ ريت هاك الزيتونة المباركة عندكم قادي هاي كعبة الطماطم ها وقرن الفلفل أما المطعم والنكهة يجيبها ربي. خويا العزيز ما قلتليش وين على خير. واش قلت يا سي محمد؟ قلت لك وصلنا لسوسه وما عطيتيش الادريسه بالضبط. سوسه راهي واسعه وعريضه.
الدرك لا ريدو مات. وين جاي النهج هذا؟ راك انت تاكسيست ولا انايا؟ لا انت؟ انا ولا شنو؟ انت نسوق انا وركب انت. ما تعرف خويا العزيز راهو ترقد وتقوم تلقى النهج تبدل انا. خويا العزيز نجم تزيد تعاوني وتنعتني على دريسة بالضبط فين يرحم الشايب؟ انا الدرك. ديريكت لاريو فيكتور هيغو. تلاقيك ادروات لاريو فريديريك ميتيران ميستيل. تلقى اللاب بوست. ومن بعد تمشي شويه 200 متر هكذاك تلقى لا بلاس ريبيت. اي والله ما عرفت. تو دو سويت اغوش عندك لاريو اراغو. لا 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 لاريو دو ميتس 300 متر لو نوميرو دو 24 يا سيدي. سيت كنت تاكسيست قبل؟ لا لا كنت بطل. ظهر. واش قلت الخو؟ لا لا نهضر وحدي يا ابن عمي. سمعني عاد نهبطك كيف اللي جات. بارك الله فيك يا سيدي. سمع حتى مشكلة أخوي أنا في خدمتك راهو. بسم الله. هيا بابا. واش حال يا صاحبي؟ والله لا بأس نحمد الله ونشكره على نعمته. الحمد لله يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أش حال الدراهم الدراهم؟ الفلوس. أدفع اللي تحب أنت وهمتك أخوي العزيز. يا ابن عمي يرحم باباك يا شحال الدراهم في الكونتور ديالك. يا سيدي عندك 4 دينارات. 4 دينارات يعني 20 فرون. اي نعم 800 دورو. يخلص وحدك. شوف خويا العزيز ما نجمتش نفوت بيك القدام خاطر هذايا ولا ممنوع النهج هذايا. اما اريدو ماتس النهج الرابع اللي صار هذاك ولا اسمه 8917. تبقى على خير. مع السلامة أخوي العزيز. إن شاء الله معرفة طيبة أخوي. سطع. سلام.